صباح الخير لفلسطين. أنا عفاف طنوس من الناصري وداخلة أنا بنادي تهش دروت نعمات، وأنا كتير انبسطت بلقائكم لإلنا، وأنا بحب أعطي كلمة حلوة للأم الأسير. أم الأسير الله يهدي بالك ويوم الفرج ونيجي عديارك، وأم الأسير الله يتم عليكي ويوم الفرج ونيجي ونهنيكي، وشكرا كثير. صباح الخير فلسطين، صباح الخير أهل طول كرم، شكرا كثير. أنا مبسوطة كثير إني التقيت مجموعة نساء فلسطينيات، نتمنى كمان أنتم تضيفونا وشكرا. أهلا وسهلا فيكم وفي ضيوفنا العزيزات من الناصرة اللي إجوا زيارة لإلنا للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وزيارتهم هذه كثير عزيزة، وتواصل ما بين المرأة الفلسطينية بأي مكان وجدت بضلها فلسطينية وبضل التقارب والتماسك بغض النظر عن أي ظرف. وأهلا وسهلا فيكم ومشكورين لفجر الجديد على تصويركم هذا اللقاء.